يلعبها طويلة بعيدة على ميشيل. يا إلهي، لحظة الإثارة بدت هنا في هذه اللقطة بالذات. ها هنا رونالدو ما شاء الله لتاليسكا اللي تعرض لتدخل في هذه اللقطة أمام كوليبالي، وحديث مع المدرب البرتغالي آرتور سواريز دياز. بالسلامة إن شاء الله. تاليسكا لسه، يا لها من لقطة فيها تسلل، لكن يا جماعة هي رأسية أيضا. عبد الرحمن يحاول يمر، عبد الرحمن مر والتمريرة والكورة، صاروخ مودرا. إنه يوم رونالدو، إنها أوقات كريستيانو. غريب يا جماعة، غريب بشكل جميل، بلقطة رائعة، بمرور مبهر وبتمريرة ساحرة. النصر يتقدم بالهدف الأول بهدف بعد عمل سوبر من عبد الرحمن غريب. يا لها من لقطة، شوفها مرة أخرى، شيء من الخيال. نعم شيء من الخيال. سيرجي الكبير بهذه المهارة، يا لها من انطلاقة، يا له من إعصار، يا لها من مهارة، يا لها من نهاية. رال شوفها مرة أخرى، ضربهم، كواهم، أحرق مرماهم، يرتقي فوقهم ليضعها في شباكهم. إنه مترو، يا لها من لقطة، إنه مترو. الوراء تصل إلى سيرجي، إليكم بيتسافيت، بينية خطيرة لمالكوم، والكرة المترو. الله الله يا زعيم، يا لسطوة هذا الزعيم. الله الله يا مالكوم، يا عيد يا هلال، هدف جميل. مترو ينفجر في السوبر، ينفجر في النهائي، ينفجر رونالدو. كاد لسان حاله. الرابع لمالكوم، أربعة هلالية خطفة تحت دفاع النصر. انهار النصر في هذه اللقطة الرباعية في هذه الليلة الهلالية الكبيرة. أي خطأ حدث في هذه الأثناء، انهار النصر. يأتي بخطأ فادح من الدفاع النصراوي ليضع مالكوم البصمة بعد العودة، بعد أن كان محاولة للبناء من الخلف.